هلا مناسبة باش ندعو أو نأخذ التضحيات التي تقدمها المؤسسات العسكرية والأمنية كحافز لنا كما قلت سابقا للتقديم والتضحية من أجل هذا الوطن، لأن هذا الوطن عزيز على كل الناس، وأن التضحيات الجسام اللي قدمها أنيس جلاسي وحاتم ملاط وكل شهداء الوطن اللي هي من دواعي الفخر لنا، وأنهم قدموا التضحيات العزيز والنفيس على أنفسهم، فلماذا نحن لا نقدم أيضا ونكون على منوالهم ونضحي من أجل هذا الوطن. اليوم نحيي ذكرى 11 لاستشهاد ابن الحرس الوطني العتيد أنيس جلاسي ابن القيروان ابن شبيكة ابن تونس تحت شرف السيد معتمد الدول المكلف بتسيير ولاية القيروان، وبحضور الإطارات الأمنية السامية من أمن عمومي من حرس وطني. ذكرى نحيي فيها مآثر هذا الرجل، رحم الله أنيس جلاسي ورحم الله شهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية. عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.